عندك كاميرا مراقبة داخل البيت، الكلام الجاي جدا مهم لك. في بعض الناس يحطون كاميرات مراقبة في أماكن حساسة، غرف النوم، الصالة وغيرها. اللي صاير في الفترة الحالية أن في مخترقين قاعد يخترقون كاميرات المراقبة اللي داخل المنزل ويصورون صور معينة، وبعدين يبتزون صاحب المنزل. واحد من الأشخاص كان حط كاميرا مراقبة داخل غرفة النوم، اخترق الشخص كاميرا المراقبة قاعد يتواصل معه ويبتزه. فلذلك ابعد كاميرات المراقبة عن أماكن حساسة، ولا تشغلها إلا وقت الحاجة. عندك أنت كاميرا مراقبة داخل المنزل، نصيحة دائما تأكد من تحديثها، ولا تحط رقم سري سهل، ولا تستخدم هذا الرقم السري مع أي حسابات ثانية، لأنه بعض الناس يحط رقم سري موحد، فمثلا يكون الرقم السري عنده في تويتر وغيره، لو اخترقوا تويتر يقدروا يوصلون إلى كل بياناتك، فذلك الحذر واجب. طيب وش نسوي إذا عندنا كاميرا مراقبة منزلية؟ يفضل أنك ما تحطها في غرف النوم، في أماكن حساسة وغيرها. تأكد من التحديثات بشكل متكرر. يفضل انك تحط ارقام سريه جدا صعبه. اللي صاير انه كيف المخترقين يقدروا يوصلون للكاميرات هذه ويخترقونها؟ اول شيء الشخص اللي عنده بالبيت ممكن معتمد على شخص حاط له رقم سري، او يحط له رقم سري سهل وغيره عشان يقدر يوصل يتصل فيها من خارج المنزل. لذلك الحذر واجب يا جماعه، التقنيه موجوده حتى نستفيد منها، لكن استخدامنا لها بشكل خاطئ قد يسبب لنا مشاكل جدا كثيره. لذلك احذر من كاميرات المراقبة المنزلية، دائما احط لها ارقام سرية صعبة، حدثها بشكل متكرر حتى ما تكون ضحية ابتزاز من مخترقين قدروا يخترقون كاميرتك ويصورون لك بوضعيات مو مناسبة.